انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات المثيرة في هذا الصباح الجميل. نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، ونعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحديات على المقدمة. البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، ومن قاد المجموعة واندفع منذ البداية بناموس هذا الشوط سراب لحميد بن أحمد بن صالح العامري، من قاد المجموعة واندفع بناموس هذا الشوط يلي مع المركز الثاني رهني شاهين اللي مع بن راشد بن سعيد الغافرية الفلاسي، ومع المركز الثالث التقدم المشغل لعبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي يتقدم مع المركز الثالث، بينما تطرقنا مع المركز الرابع بعد التحديات من شاهين من بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع. شاهين لعوض بن عبد الله بالشيلة العامري يتقدم مع المركز الرابع، ومع المركز الخامس، المركز الخامس مياس سيب بن مطر بن محمد النيادي متابعا لانطلاقة مياس مع المركز الخامس. النقلة التالية مع المركز السادس كي أرى النادر لأحمد بن عبيد لسهيل بن عبيد بن راشد بن يميع السبوسي يتقدم وينطلق بتحديات النادر مع المركز السادس بهذا الاندفاع الجميل. سابع التحديات نتابع الوسمي، نتابع الوسمي مع المركز السابع، وسهيل بن مبارك بن مرخان الاكتبي في متابعة وانطلاقة الوسمي مع المركز السابع. ثامن التحديات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شايم المصبح بخلفان بن الكيبالي، بينما انطلقنا مع المركز التاسع، مع المركز التاسع أرى القدوم، أرى التسلل، أرى هني العملاق يتسلل وينطلق مع المركز التاسع بتحديات مصبح محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، يتقدم الطنيجي مع المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام ظبيان يتقدم في هذه اللحظات مع المركز العاشر، راشد بن مطر بن محمد بطبيعة الاكتبي في متابعة وانطلاقة ظبيان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله على هذا التحدي المثير مع هذا، مع هذه الأسامي اللامعة، مع هذه الشعارات المتميزة. نتابع شاهين من قاد المجموعة، شاهين انطلق بالصدارة يمع بن راشد بن سعيد الغفرية الفلاسي، يتابع انطلاقة شاهين، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ما شاء الله النادر يتسلل في هذه اللحظات، وسهيل بن عبيد بن يميع من يتابع انطلاقة النادر، من بدأ يتقدم، من بدأ ينطلق بالصدارة. قاد المجموعة اندفع بناموس هذا الشوط، المركز الثالث. من الجانب الآخر سراب لحميد بن أحمد بن صالح العامري يتقدم مع مستوى المركز الثالث ومع المركز الرابع، المركز الرابع شعار بن حميدان من الجانب الآخر أيضا، ولكن القدوم، القدوم لمياس للسيب بن مطر بن محمد النيادي يتقدم، يتقدم بهذا الانطلاق المثير وبهذا الاندفاع الرائع، ولكن أرى التسلل، أرى التسلل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله مع هذه التحديات المثيرة، ولكن مشغل، مشغل، مشغل بدأ يتقدم
يتقدم مع المركز الخامس، بدا يشتغل مشغل عبد الله بن حميد بن كديده الفلاسي، يتقدم مع المركز الخامس. الدور المركز السادس، نتابع شاهين العوض بن عبد الله بن شيله العامري يتدخل مع المركز السادس ومع المركز السابع. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام، شايم ومصبح بخلفه بالمصبح الكيبالي متابعا لانطلاقه شايم مع المركز السابع. ثامن التحديات الوسمي للسهيل بن مبارك بمرخال الكتبي، بينما انطلقنا مع المركز التاسع، بئر العملاق لمحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع ظبيان لراشد بن مطر بن محمد بن ضبيعه الكتبي يتقدم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني أكملنا للعشر الأسامي المتقدمة للأسامي اللامعة في هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، إن سألت عن موقعنا فنحن بدينا نعادل حزام الغابات على اليمين مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا الاندفاع الرائع، الصدارة والمقدمة والنادر اللي قاد المجموعة. السهيل بن عبيد بن يميع يتابع انطلاقة النادر، من ينطلق بالمقدمة، من ينطلق بالصدارة. ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني التحديات من شاهين ليمع بن راشد بن سعيد بالغفرية، من يتابع انطلاقة شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الآخر، ولكن القدوم ما شاء الله تبارك الله، مياس سيب بن مطر بن محمد النيادي يتسلل، ينطلق بهذا الأداء المثير. نتابع المركز الرابع، نتابع العملاق بدأ يتسلل العملاق مع لوحة الثلاثة كيلومترات، مع الكوكب الرباعية العملاق ومحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي. من يتابع انطلاقة العملاق؟ المركز الخامس مشغل عبد الله بن حميد بن كديدة الفلاسي. نتابع المركز السادس والوسمي للسهيل بن مبارك بن مرخان، بينما انطلقنا مع المركز السابع. تحديات شايم لمصبح بن خلفاء بن مصبح الكيبالي، وثامن التحديات سراب لحميد بن احمد بن صالح العامري، بينما انطلقنا مع المركز التاسع. بقرة نبع يتسلل في هذه اللحظات، واول ندى لنبع عبد محمد بن سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني يتقدم مع انطلاقة نبع، يتسلل في هذه اللحظات. ما شاء الله، المركز العاشر نتابع هملول لعبد الله بن عامر بن قنوش العامري، يتسلل في هذه اللحظات. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة في هذا الصباح الجميل مع هذا سن الكبار. البداية والمقدمة، نتابع الصدارة والعملاق، العملاق ينطلق بالمقدمة، انباعد المسافة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. ومحمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، من يتابع انطلاقة العملاق؟ المركز الثاني وصل النادر للسهيل بن عبيد بن يميع، ومع المركز الثالث تحديات شاهين ليمع بن راشد بن سعيد بالغفرية الفلاسي، بينما انطلقنا مع المركز الرابع. رمياس للسيب بن مطر بن محمد النيادي يتسلل مع المركز الرابع. وخامس التحديات نتابعنا
نبع نتابع نبع بشعار محمد بن سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ولكن من الجانب الآخر من الجانب الآخر نبع يتسلل في هذه اللحظات، ما شاء الله ينطلق 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 مع المركز الرابع بطريقة إلى الصدارة، ولكن من الجانب الآخر انطلان لسعيد بن حمد بن سعيد العامري يتسلل مع المركز الرابع. تابع التسلل في هذه اللحظات والهجوم من مياس للسيب بن مطر بن محمد النيادي، ولكن من الجانب الآخر مشغل 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 مع المركز السادس عبد الله بن حميد بن كديدة الفلاسي، والقدوم من نبع المحمد بن سعيد عبد الهادي الشهواري، ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر شايم لمصبح بخلفان بن مصبح الكيبالي. هذه النتيجة هذه النتيجة للمراكز المتقدمة لنا عودة مع الصدى مع البداية، ما شاء الله تبارك الله التحديات مثيرة، ولكن الصدارة مع شاهين اللي مع بن راشد بسعيد بالغافرية، من يتابع من يتابع انطلاقة شاهين من الجانب الآخر من الجانب الآخر القدوم والتحديات القادمة، نتابع النادر نتابع النادر السير بن عبيد بن راشد بن يميع، من يتابع انطلاقة النادر، ولكن من الجانب الآخر من الجانب الآخر العملاق العملاق مع المركز الثالث محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي الكوكب الثلاثية على مقدمة هذا الشوط، وانطلق النادر انطلق النادر بدأ يباعد بدأ يباعد المسافة، ما شاء الله تبارك الله بشعار السير بن عبيد بن راشد بن يميع، من يتابع من يتابع انطلاقة النادر بدأ يباعد المسافة بدأ يباعد المسافة، والنادر مع الشعار النادر ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة، سلوب سلام سلام النجمة سلام، استعدت صباحا مع الأداء المثير مع العرض الرائع اللي هي قدمه النادر، تهانينا للسهيل بن عبيد بن يميع على فوز النادر بالمركز الأول ولحظات وصوله إلى خط النهاية بدون أي منافس. العملاق يصل مع المركز الثاني محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، المركز الثالث شاهين يمع براشة بسعيد الغافرية، المركز الرابع المركز الرابع التقدم من شايم المصبح بخلفان بن مصبح الشيبالي، ومع المركز الخامس مطيلان لسعيد بن حمد بن سعيد العامري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول النادر إلى خط النهاية، يأتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 37 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا للسهيل بن عبيد بن يميع على فوز النادر بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هي لحظات وصول العملاق 13 دقيقة 40 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لمصبح محمد بن مصبح بن عبيد الطنيجي، ومع المركز الثالث ياتي شاهين ليمع بن راشد بسعيد الغافرية الفلاسي، وياتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة 42 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا لمالكه يمع بن راشد بسعيد الغافرية، تهانينا للجميع والناموس. الأشواط مستمرة مشاهدينا متابعين.